عايز اسالك تحديدا عن عمرو زكي، كانت مسيرته بدايتها رائعه جدا مع ويجن، ولم تستكمل هذه المسيره الرائعه. لماذا لم تستكمل هذه المسيره الرائعه للاعب كنا نتوقع له انه هيكون مهاجم عظيم وكبير؟ هو بدأ بشكل رائع وكان يجب عليه أن يستمر، ولكن مع دخول رأس السنة كانت فترة تحول له مع ويجن، كان يذهب إلى هنا وهناك، يخرج مع الكثيرين. أعتقد أن أقول أن السلوكيات قد تغيرت، الجميع كان يتوقع له الكثير، ولكن الأمور تحولت بشكل جنوني معه في إنجلترا. أنا كنت سعيد جدا لهذه البداية، ولكن أول مرة تلعب في إنجلترا تكون مختلفة وصعبة. يجب عليك، هو كان قويا، كان رائعا، ولكن أنا حزين لأن الأمور آلت إلى هذا الوضع في النهاية.